بعد معاناة مع مشاكل الطريق الرئيسي الذي يمر في بلدة كفرة التي دامت أكثر من سنتين، نقوم الآن بعملية التزفيت الطريق الرئيسي الذي يبلغ طوله تقريبا 1300 متر. طبعا هذا الأمر تم بعد تجهيز البنية التحتية لهذا الطريق من عملية دحل وتبحيص بشكل جيد وإنشاء مطريات على جانبي الطريق وإنشاء الرصيف، والآن يتم عملية التزفيت على ثلاث مراحل. نحن نطالب المنظمات والجهات الداعمة بتكميل مشروع رصف الرصيف بمشروع أنترلوك، ونطالب أيضا بمشروع إنارة ومشروع شاخصات لكي يكون المشروع جميل وينجح بشكل كبير جدا. أخي الكريم، بالنسبة للطرقات صارت كتير ممتازة بعد هالتزفيت من منطقة عزاز تشريق باتجاه كفرة وصوران، يعني بالشتاء عانينا كتير من هالأمر هذا، بتصليح وطرقات سيئة ورامات مي، بتدوس بالسيارة ما بتعرف عجب تغطي السيارة نصها ربعها الله أعلم، وهدر دواليب وتصليح، ومن عدا احيانا بتشوف بالموتور مثلا واحد جاي هو ومرته ما عنده سياره، بتشوفه غايص هو ومرته واولاده، يعني شيء لا يصدق. عانينا بالشتاء معاناه كبيره جدا جدا، وهلا الحمد لله هيك الله يسرها وتزفتت الطرقات وتصليحات من مجرور من غيره وسواته يعني، والحمد لله.